نعم. ما حكم حج من لا يصلي؟ أما سمعت كلامنا قبل؟ ها؟ الكافر لا يصح حجه ولا يجوز أن يدخل حدود الحرم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا مثل الحرم. فهذا الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل حدود الحرم، يعني ما كان داخل أميال الحرم لا يجوز دخوله، يمنع منه. فإذا كان مع رفقة وهو لا يصلي، يعرفونه لا يصلي، فالواجب عليهم إذا أقبلوا على حدود الحرم أن ينزلوه، فإن أبى كلموا السلطات عنه لأنه كافر، والكافر لا يجوز أن يدخل مكة، ولا صح إحرامه بالحج ولا حجه ولا صيامه حتى يعود إلى الإسلام ويصلي. نعم.